اتكلم. نيم ثلاثة. هلو ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ رجعت لكم فيديو جديد، والفيديو النهارده حماسي متهيألي، يعني هو يبقى حماسي لكنتو مش ليا انا، ليا انا ده مش حماسي، ده فيديو يعني اكيد طبعا انتوا عارفين الفيديو فكره النهارده ايه، انتوا شفتوا العنوان وشفتوا الصوره وشفتوا كل حاجه، بس هقول لكم برده اشرح لكم عنه شويه. بس قبل ما اقول لكم اي حاجه، عايزكم توقفوا الفيديو ده 5 ثواني، تنزلوا تحت تعملوا ايه، تعملوا لايك، تدوسوا على الزرار بتاع اللايك، تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب عشان تشتركوا في القناه، وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو انا هنزله بعد كده، عشان الجرس ده كل ما اعمل فيديو بيقول لكم ان انا عملت فيديو وانتوا مش هيفوتكم اي حاجه. الفكره النهارده ايه بقى؟ الفكره النهارده خلينا اشرح لكم الفكره النهارده جت ازاي. بصوا يا جماعه، النهارده كان المفروض الفيديو ده يتصور مع ماما، مع مامتي، المفروض كانت هي تطلع معايا في التحدي ده، بس هي ما طلعتش معايا، هتفهموا ليه؟ هشرح لكم دلوقتي بس قصه صغيره كده عشان تفهموا ليه مش هتطلع معايا. بصوا بقى يا جماعه، زي ما انتم عارفين، اللي ما شافش الفيديو اللي انا هتكلم عنه دلوقتي ادخلوا هنا بعد الفيديو ده واتفرجوا عشان تفهموا كله بعدها، او تدخلوا تتفرجوا بس تيجوا تاني هنا، ماشي يا جماعه؟ بتردش يا جماعه، هي دي جايه يا جماعه، جايه متنرفزه ولا ايه؟ استنوا اخبي الموبايل عشان ما تشوفوش. استنوا يا جماعه خليكم معايا. انا عملت فيها المقلب بتاع البطاريه، ماشي؟ وانتوا عارفين ان هي زعلت قوي من المقلب ده، وفعلا بعد الكاميرا كانت زعلانه مني قوي، وانا قلت في الفيديو ان انا هجيب لها هديه هصالحها بيها، بس متفقين كده كان كل حاجه حلوه وخلاص كنا هنتصالح، وهي صالحتني خلاص، انا هصالحها اكتر بهديه. فالمشكله ايه؟ امبارح انا وهي كنا قاعدين، كنت بقول لها على كام فيديو، فكره فيديو هنعملها يعني، كنت بقول لها ده من وسطهم، بس هي لما اتعمل فيها المقلب وانا فكرتها بالتحدي ده قالت لي ايه؟ انا جات لي فكره يا براين، قلت لها ايه يا ماما؟ قالت لي يا براين انت هتطلع في ده لوحدك. قلت لها ليه؟ ازاي؟ ما احنا متفقين انا وانت مع بعض عشان تبقى احلى. قالت لي انت لوحدك اللي هتطلع فيه. طب عملت في المقلب، انا بقى هعمل العقاب بتاعك ده، هعمل فيك الفيديو ده وانا احط لك الحاجه بتاعتك في التحدي ده لوحدك. وانا طبعا ما اقدرش اقول لا، لان هي اتعمل فيها المقلب فعلا كان مقلب وحش، فمش قادر اقول لا، وللاسف هطلع لوحدي فيه. انا ما اعرفش مكان حاجه، انا قلت لها يا ماما ادخلي اوضتي، جيبي اي حاجه من البيت انت عايزاها، اختاري اللي انت عايزاه، يا ريت ما تختاريش حاجات انا بحبها قوي. قالت لي يا براين سيبني انا اختار اللي انا عايزاه. قلت لها ماشي يا ماما. فيا رب استر بقى، انتوا تقعدوا تطلبوا في المقالب وانا اللي اتاذي في الاخر. ماشي يا جماعه وربنا يستر. A few minutes later. انا عايز اقول لكم يا جماعه ان انا كنا احنا الاثنين هنبقى في الفيديو ده زي ما قلت لكم. دلوقتي انا بقت حاجتي دبلت صح؟ اخترتي كام حاجه بقى؟ رد على المقلب اللي عمله فيا تقامًا منه، هو اللي هيبقى لوحده، هحط له حاجته وهو بقى يشوف هيكسر، مش هيستعمل حاجتي انا يعني، مش هنبقى قصاد بعض. اخترت لي كام حاجه؟ هتشوف يعني، مش هتقول؟ لا مش هتقول. ماشي، بص بقى ده الشاكوش بتاع المره اللي فاتت، ماشي اهو، واخد بعيني ازاي؟ اخد بعيني بالكمامه دي، ده اللي كان عندي دلوقتي، فمحدش يتريق يا جماعه. ينفع دي؟ ايوه ينفع، ماشي يا جماعه تشير. واوعدكم يا جماعه ان انا مش هبص بامانه، مش هبص، ماشي يا جماعه خلاص. وريني بس البس احنا هنتاكد اهو كده، كنت البسها على مناخيري اهي كده. ايه؟ انا قلت بامانه خلاص. ماشي خلاص جاهزه؟ جاهزه. اول دور نشوف مع بعض. الاول تريد انت الحاجه اللي انت عايز تعرف ولا تتفاجئ؟ لا هشوفها صح ولا ايه؟ اتفضلي. ترى اللي انت بتحبها. اولا يا جماعه انا لسه ما اتضربش نفسي كتير، كل فين وفين، دي متهيألي الوحيده اللي عندي. الشبهات واحدة تانية عشان تحرم تاني مقالب تاني فيا. هعمل مقالب تاني واوحش كمان. لا خلاص. واحد اثنين ثلاثة. لازم يعني الأصوات دي. خلاص؟ أيوه. إيه ده؟ أنا شايفها فين؟ شايفها إزاي؟ الكاميرا. استنوا يا جماعه انا نسيت خلاص ان الكاميرا دي باصه ناحيتي. خلاص كده انا مش شايفه، بصي مش شايف حاجه. ماشي خلاص. اوكي. طب انت حطاها في النص ولا حطاها في الجنب ولا حطاها فين؟ لا وانا مالي اقول لك ايه، انت اتخبطت في نفس العلبه وجت غلط. ممكن اخبط هنا. بس هو انت بتخبطها تطير على الكاميرا او تطير في وشي اصلا. ماشي اوكي مش هطول عليهم، انا هعمل على طول. ده اول واحد بيبقى مخيف. لا اوكي كل شيء تاني بيتعب. كان جامد هنا ولا مش هنا؟ ازاي ما اتكسرتش؟ ده انا حاسه ان الترابيزه اتكسرت. اه محظوظه.
بصي مدام دي ما جاتش نقول ثلاثة، يعني انت ممكن ثلاثة يعني دي واحدة من الثلاثة. لو حصل نفس الحاجة ثلاث مرات خلاص، لكن بعد كده لازم تتخبط عشان حرمة كده مفيش حاجة تتخبط ولا ايه؟ هو ده انا بتكلم، انا كده ضد نفسي على فكرة، بس يعني عشان هي المفروض تتخبط فيها تتخبط، ما ينفعش. ماشي. الحاجة الثانية بقى هتفرسك جدا، الساعة تحطها جنبك عشان تصحى عليها، ممكن تشغل ساعة الموبايل زي زمان. انا مش فاكر ساعة الموبايل اصلا، بس دي زينة. تحطها جنبك زينة؟ شوفي خلاص يعني زينة، تبقى حاجة مهمة تانية. لا 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 زينة. خلاص بقى يعني حلوة بس خلاص مفيش مشكلة، ماما تاني. مش كل ده عشان المقلب؟ ماما شفتي بعيد ليه؟ تيجي في وشي. بصي هو اكيد انت حطاها هنا، اصل نوينج يو يعني انت هتختاري المكان اللي انا اختار ان انا خبطت فيه. اصل انا عارفه دي، متاكد ان انت اخترتيها هنا. صورت برا؟ ايه ده؟ متفشفش، مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا عشان مش شايف، بس بصوا. ميرسي يا ماما. ده بالذات مش هيك. انت هتقولي الاول؟ اه. طب عارفه انت بتحبها من ساعة ما جينا وانت صغير وانت محافظ عليها. عارفه انها ذكرى بس تسكتي. استني اشرح لهم بس، ده يا جماعه احنا اول ما جينا كندا من حوالي 10 سنين فاتوا كنت جبت، هو ما كانش غالي ساعتها، انا جبته عادي كنت صغير، كنت كام سنه؟ كنت 10 سنين 11 سنه. ساعتها انا خليت سكار بجد يا ماما؟ اه. كنت عشان المال اللي بلاش تخليني اجيب حاجات اصعب كمان. يلا يا ماما انا بعملها مغمض واهو. المرة اللي فاتت افتكرت فاهمك؟ لا انا هعمل المرة دي وخلاص يا جماعة، تبعدي تاني يا ماما. واحد اثنين تلاتة. مش حاجة كفر صح؟ الحمد لله. انت يا ماما بجد انت بتهزري؟ وبعدين ده على فكرة دي تالت مرة اخبط في حتة نفس المكان الصح، هو انا ليه حظي كده يا جماعة المرة دي؟ حاجة بقى بحبها قوي كنت طالع فيها بأول فيديو طالع عملت فيه، هو ده اللي بقول لكم عليه. التابلت بيجي لكم معاه قلم زي كده اهو، وهي بتضطروا انكم توصلوه باللابتوب، بتمسكوا القلم كده اهو وترسموا عليه لحد ما بتيجي على اللابتوب. لا طب على فكره بقى ده مش فارق معايا عشان انا جبت الاكبر. ده مش عايزه وده مش طيب. غالي قوي على فكره كان طيب رخيص بجد. وري لهم بس الاول. ماشي. اللي ما يعرفش يا جماعه انا بحب الرسم قوي، يعني بعشق الرسم. خلاص على فكره ده مش فارق معايا، انا جعان. جعان ايه دلوقتي لما نخلص التحدي؟ جعان قوي على فكره. انا هدفنا وخلاص الحمد لله. ايه كسر ايه اللي بعده؟ انا بصي انا عايز اللي بعده ده ما اشوفوش انا. طب غمض طبعا بس بتاعه احسن برضه ما اشوفوش انا عشان ده بالذات احسن. ليه؟ خلاص؟ لسه خلاص خلاص. شايف هو ايه؟ معرفش هو ايه. كويس بس انت قلتي حاجه مهمه. هقول لك ايه؟ لا لا ما تقوليش. واحد اثنين ثلاثة. كسرت؟ صوت الكسر. انا بقعد اندهلك ما تسمعنيش. انتوا عارفين دي يا جماعه ايربودز، الايربودز غاليه يا ماما. عارف التحدي ده يا ماما بتستغل فيه خالص، وعلى فكره انا طلعت يا ماما في واحد فيه معايا. A few moments later. بجد؟ ممكن توريها لهم؟ دي حاجة أنا حطيتها عندي في الأوضة ولسه جايبها ما استخدمتهاش، وأنا بتاني كنت استخدمها أصلا، مش عارف بنسى أو كده، يعني مش اللي هو منسق أو الدرجات دي، بس أنا كنت جايبها كده عشان الجامعة. دي زي إزاز وفيها بصوا ممكن تتمسح، بترسموا عليها بالماركر يعني، وبعد كده تكتبوا الحاجات اللي عليكم، قلت هتساعدني. واللي يخلص وحطيتها عندي في الأوضة حتى اللي كنت لسه ما علقتهاش حتى. لقيت حاجة إزاز خلاص؟ واحد اثنين ثلاثة. واو كسرت صح؟ شكرا. اه ما لحقتش استخدمها. ايه ده؟ لازم اتفقنا اتفاق. خلاص يا ابراهيم مش عايز تتكسر. غير قابل. ده بصوا يا جماعه زي ما هو ما اتكسرش ولا حاجه. انا بقى الحاجتين الاخرين دول عشان انا نسيت. خليك شايل، خليك باصص. مش هتكلم. ماما ده هنيك بس. لو اتكسر فعلا هتضايق فعلا، عشان بجد بجد يعني دي حاجه غاليه قوي.
سد ودنك بقى. خلاص ثواني اخرت كده ليه فيه؟ خلاص يا ابراهيم استنى. ها لابسها عشان نحطه في الفطار ازاي؟ بعملها يبقى فيزا على جامد عشان ما كنتش اختار كده لو كنت طلعت معايا فعلا. معلش انا عارفه انه جامد شويه بس عشان اللعبه دي ما تتكررهاش تاني. 1 2 3 خد الحاجه على اليمين. بص الله زي يمكن حاجه تتصلح. طب شوفوا طيب شوفوا يمكن حاجه تتصلح. شاكوش ده لابتوب. much later. ايه ده؟ حرام لا ما قدرتش احط اللابتوب الحقيقه. بجد خوفتيني. شلت كمية. انا جعان. يا دي الجوع. خلاص تعالى يلا. الحمد لله فعلا. شجعونا يا جماعه عشان تطلعوا التحدي ده. انتصروا يا جماعه على الفيديو ده يوصلوا كام لايك طيب؟ يوصلوا كام لايك وتعملي معايا؟ 700 لايك؟ ماشي. 700 لايك. كده يا جماعه يكون الفيديو بتاعنا خلص. وبقى مش عايزينهم تاني خلاص. بجد كان فيديو صعب بس انا زي ما قلت لكم خليتها تطلع معايا فيه برده وعامل لها حاجات اوحش من دول كمان. فانتوا وصلوا الفيديو ده 700 لايك مش صعبه 700 لايك بس وصلوه وانا خليتها تطلع معايا صح يا ماما؟ صح. هنقول بس الست الاسامي اللي معانا النهارده كده بسرعه. اول اسم معانا وسيم وليد، ثاني اسم معانا ايمان عباس، ثالث اسم معانا عبد الرحمن، رابع اسم معانا محمود المنصفي، خامس اسم معانا جورج عمرو او شيماء، وسادس اسم معانا سيف رفي. وبكده يا جماعه يكون خلاص قلنا الست الاسامي اللي معانا. انت او انت لو عايزين اسمك يطلع في الفيديو الجاي كل عليكم انكم تكتبوا اي حاجه تبع الفيديو ده اي حاجه اي حاجه يعني. وانا ان شاء الله بختار ست اسامي عشوائي واقولهم في الفيديو الجاي حاجه مني بسيطه كده اقدمها لكم عشان افرحكم زي ما انتم بتفرحوني. ماشي يا جماعه اتفقنا؟ خلاص كده وصلنا لنهايه الفيديو. لو انت عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا ايه؟ ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتوصلوا الفيديو ده ل 700 لايك على الاقل عشان اعمله في ماما واخد حقي. بس كده يا جماعه نقول بقى ايه؟ يلا مع السلامه.